تمام. تعال بقى نروح لملف تاني، يلا. بس هو مرتبط شويه برضو ب يعني كره اليد، لكن هنروح للمؤتمر الصحفي لتقديم هنا الاسباني بقى ديفيد دافيس، ده طبعا المدير الفني الجديد لفريق اليد، واللي اكد حماسه ورغبته في تحقيق اكبر الانجازات والبطولات خلال ان شاء الله المرحله المقبله مع فريق رجال يد الاهلي. وجه كمان رساله لجماهير الاهلي وقال يعني متمنيا حضورهم طبعا في المباريات وتشجيع الفريق، ده بيفرق بشكل كبير جدا. وهيتولى المفروض ديفيد يعني القياده الفنيه للفريق عقب نهايه مشاركته او مشاركه رجال اليد لما يرجعوا بالسلامه يعني من بطوله كاس العالم للانديه اللي هي السوبر جلوب. وبالمناسبه برضو خلينا نتكلم شويه بالتفاصيل، بيمتلك ديفيد لو احنا هنتكلم ان اي مدير فني جديد يا كريم بيجي النادي الاهلي في اي رياضه إن كانت، الناس تبقى عايز تعرف طب السي في بتاعك خلفيته لا، هو عنده مسيره مميزه جدا، كان كلاعب في عالم كره اليد لو هنتكلم، وحصل على بطوله دوري ابطال اوروبا 3 مرات بالاضافه حصوله على لقب كان بطوله العالم مع منتخب اسبانيا سنه 2005 الكلام ده. وكمان خلال مسيرته التدريبيه هو اشتغل في انديه كتيره جدا ومنتخبات كتيره جدا، وسبق ليه كان يعني قياده نادي فاردار ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيديوم الماجر، وحقق كمان خليني اقول لحضراتكم العديد من الانجازات، كان ابرزها حصوله على لقب احسن مدرب في دوري ابطال اوروبا 2020. ايه تاني؟ عايزين ايه كمان؟ صحيح. وتتويج كمان ببطولتين الدوري والكاس في مقدونيا او مقدونيا 2022، ده الى جانب الفوز بلقب كاس المجر. فيعني على كل حال لا انت عندك سي في تقيل جدا، مدرب جاي ان شاء الله يعمل فرق كبير جدا مع رجال اليد. خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ده او جزء منه ونرجع نكمل. صباح الخير. Okay, I'm David Davis, of course, the new coach. 1 week ago, I just signed the contract with Captain Hallett, and I'm really excited. I just want to start. I'm really, really happy to be back in Cairo and to be part of this big club, Al Ahly. السلام عليكم زي ما قال، صباح الخير. بيقول انا ديفيد المدرب الجديد للهاندبول في النادي الاهلي. زي ما سمعتوا من كابتن خالد انا لسه موقع العقد، لسه موقع فتره بسيطه العقد مع النادي الاهلي، وخلاص انا متشوق جدا ان ابدا مهمتي كمدير فني النادي الاهلي. انا اعلم حجم النادي الاهلي في مصر وانا سعيد ان ابدا الشغل معه. Okay, of course I want to say thank you, شكرا our captain Bibo, because of course he support the handball in Egypt and in the world, and to bring me here, of course, is not easy. But yes, of course, thank you so much. And of course, as I said, Captain Hallett yesterday night at 12, he was telling me that our fans were really excited that I came here, of course, to give the maximum, to have the maximum of the team, of the players, and to bring Al Ahly in the top, of course. طبعا على اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، طبعا دعمه كبير للهاندبول، هو شخصيه عارفينها في العالم كله، وهو كان ليه دور كبير ان جابني هنا. وبشكر طبعا كابتن خالد العوضي اللي قعدنا لغايه الساعه 12 بالليل في كلام متفاوض، هو عرفني قيمه جماهير النادي الاهلي وان النادي الاهلي منتظره كتير، وان شاء الله مع بعض ممكن نحقق انجاز كبير. And of course, Captain Muktagi, that he called me and he convinced me. He told me the vision, the philosophy of the club right now for these days, for the next maybe 10, 20 years. That was really clever, really clear, and I really like it. Thank you for the call. He's the one of the members that he called me, and this was really important to me also to make the final decision. باشمهندس خالد مرتضى كان ليه دور كبير، اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه الوضع ايه والاستراتيجي بتاعت النادي، سياسه النادي يمكن ل 10 20 سنه قدام احنا بنشتغل ازاي، وفهمني قيمه النادي، وكان ليه دور كبير. طبعا انا سعيد ان بتواصل معاه، ومهم جدا اتواصل مع شخصيه مهمه زيه، هتسهل لي التفاوض، تسهل لي التعاقد مع النادي.